اقرأ هذه الآية 21 مرة وانتظر مبلغا كبيرا من المال ورزقا وفيرا وتقضى حاجتك فورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله فيديو مهم جدا جدا لكل شخص يريد سعة في الرزق. عايز الله عز وجل يمن عليك بمال كتير جدا. الفايدة بتاعت النهاردة فايدة عظيمة جدا يا جماعة، وهي من المجربات واللي جربها شخص يا جماعة وبيقول ان ربنا رزقه مبلغ من المال وفتح عليه بباب من ابواب الرزق بعدها بساعة. هل هذا معناه ان الرزق سيأتيك بعد ان تفعل هذه الفائدة بساعة؟ لا مش شرط، ولكن ده معناه ان هي زي ما نجحت مع غيرك هتنجح معاك ان شاء الله. وهذه الآية آية عظيمة جدا، وطبعا يا جماعة احنا عارفين ان القرآن الكريم كله خير، واللجوء لله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل والدعاء لله عز وجل باستخدام بعض الآيات القرآنية او اللجوء لله عز وجل باستخدام بعض الأوراد او الأذكار، الأمر ده مستحب ولازم نلجأ إليه، ولازم أي مسلم يعمل الأمر دوت، لأن أنت لوحدك مهما كانت قوتك أو مهما كانت اجتهاداتك عمرك ما هتعرف توصل لأهدافك إلا بالاستعانة بالله عز وجل. النهاردة إن شاء الله أنا جايب لكم فايدة عظيمة جدا، والفايدة دي عبارة عن آية بإذن الله أنت لو قرأتها 21 مرة وبإذن الله هتتفاجئ بعدها وتندهش من الرزق وتيسير الأمور اللي هتعود على حياتك كلها. يعني هتلاقي أمورك كلها متيسرة وبإذن الله مش هتواجه شقاء ولا هتواجه بلاء. إذا كان عليك ديون أو بتواجه بعض الأزمات المالية إن شاء الله كل هذه الأزمات وكل هذه المشاكل المالية ستزال وستمحو عنك، وهتتفاجأ بإذن الله من الخير والرزق اللي هينزل من الله عز وجل عليك بعدها إن شاء الله. انا عايز اقول لكم يا جماعة ان الفايدة ديت من الفوائد اللي انت لو طبقتها انت هتتفاجئ بعدها من الرزق والمال الكثير جدا جدا اللي هيجي على كل جوانب حياتك وهيشمل حياتك كلها ان شاء الله. والفايدة ديت طريقة تطبيقها سهل جدا، بس في البداية محتاج اقول لكم حاجة مهمة جدا جدا. اتفق العلماء والمسلمون ان الرزق مكتوب زي الاجل بالظبط وزي الموت، يعني رزقك مكتوب لك هتوصله هتوصله، هيجيلك، ولكن انا عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، ان بإذن الله ان كنت تسعى وتعمل بجد ولجأت الى الله ودعوت الله عز وجل هيغير الله عز وجل في قدرك. وتغيير القدر ان الله عز وجل بيغير في قدرك ويجعلك غني رغم ان انت ممكن تكون فقير. انا استنتجت الامر دوت من خلال الآية العظيمة اللي هي كانت بتقول فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون، صدق الله العظيم. هذه الايه تتحدث عن سيدنا يونس عليه السلام، ولولا انه كان من المسبحين وقال الذكر ذنون اللي هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لكان هيبقى في بطن الحوت الى يوم يبعثون، اي الى يوم القيامه. فالنهارده ان شاء الله انا جايب لكم فايدة، الفايدة ديت باذن الله هتفيدك لو انت شخص بتعاني من كثرة الديون، بتعاني من الهموم، بتعاني من المشاكل المادية، كما ان هذه الفايدة هتكون مفيدة ليك لو انت محتاج لمال لفك اي امر متعسر. وهذه الاية التي سنستخدمها اليوم في الفائدة كما ورد عنها انها تفتح الابواب المغلقة. يعني ايه يا احمد بتفتح الابواب المغلقة؟ يعني انت لو عندك باب من ابواب حياتك مغلق، والباب دوت مش من الابواب اللي هي مادية ولكن الابواب المعنوية، زي ابواب المغلقة زي باب الرزق او باب الزواج او باب العمل او باب التوفيق او باب الراحة النفسية، اي باب من الابواب مغلق امامك هتلاقي الفايدة دي اتأثرت وفتحت لك هذا الباب ان شاء الله. فمعنى دوت ايه؟ او الفايدة اللي هتعود عليك ايه؟ ان انت لو شخص بتعاني من ازمة او نقص في الاموال هتلاقي الدنيا تيسرت معاك باذن الله. لو انت شخص بتعاني من تعطل في امر الزواج هتلاقي باذن الله اتيسر معاك امر الزواج باذن الله. لو انت شخص بتعاني من ديون هتلاقي باذن الله ربنا سد لك هذا الدين، وهتلاقي الله عز وجل
ييسر لك كل أمور حياتك إن شاء الله. كما أن الفايدة ديت فيها ذكر من الأذكار بيمنع الحسد عن الشخص. يعني إيه بيمنع الحسد عن الشخص؟ يعني لو أنت شخص خايف من الإصابات الروحانية أو خايف من الحسد، أو حتى كنت بتواجه فعليا أو مصاب بحسد أو أي إصابة روحانية خاصة، لو كانت مس أو سحر بإذن الله هتشفى وتعالج منها. كما إن الفايدة ديت من مميزاتها إن هي فايدة تفيد بالحماية من حدوث الأزمات. يعني الفايدة بتنفع لو أنت داخل تحدي صعب ومحتاج التوفيق فيه، يعني داخل مثلا على شغل جديد أو عمل أو مشروع ومحتاج التوفيق من الله عز وجل، يكون معك الله ويكون معينك بإذن الله. وعلى فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، إن الله عز وجل لن يترك ما يلجأ إليه نهائيا. يعني طالما أنت لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وقعدت تدعو الله عز وجل وبعدها خدت بالأسباب، اعرف إن أنت منصور لا محالة، واعرف إن أنت هتوصل لهدفك مهما كان أو مهما طال الوقت ومهما طال الزمن. لكن طبعا لازم تعرف وتثق إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإن من يلجأ لله عز وجل ويجتهد في الدعاء ويجتهد في العبادة الله عز وجل لا يتركه نهائيا. طيب الفايدة ديت إزاي أعملها أو إزاي أطبقها؟ هبدأ بإذن الله في ذكر الفائدة والتفاصيل، بس أتمنى لو أنت لسه جديد في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واضغط على زر اللايك، ولا تنسى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وتدعو لي بالتوفيق في التعليقات ولكم أجر ذلك بإذن الله تعالى. ونسمي الله أحبائي ونبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة بالكامل إن شاء الله. طبعا الفايدة دي يا أحبائي لا يشترط فيها أي يوم معين من الأيام، يعني أنت ممكن كشخص تعمل الفائدة ديت في أي يوم، لكن أفضل توقيت تعمل فيه هذه الفائدة هو في جوف الليل أو قبل الفجر بساعة أو ساعتين. يعني بتيجي قبل الفجر بساعة أو ساعتين، تتوضأ وتكون طاهر الثياب والبدن، وتجلس في مكان لوحدك يكون طاهر ونقي. ودايما بقول يشترط أن يكون هذا المكان هادئ، يعني عشان تكون مركز في تضرع وخشوع مع الله عز وجل، وتصلي ركعتين لله عز وجل بنية قضاء الحاجة، ثم تجلس على مصليتك وأنت متوجه نحو القبلة، ثم تقرأ هذه الآية العظيمة اللي هي نستخدمها في هذه الفائدة 21 مرة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صدق الله العظيم. بعد ذلك تردد هذه الكلمات العظيمة 7 مرات، أو هذا الذكر أو هذان الذكران العظيمان، وهما: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات العظيمة اللي فيها أسرار ومعجزات كتيرة جدا يا جماعة، اللي جعل أسرار ما شاء الله ولا قوة إلا بالله إنها تفيد في إدامة النعمة. يعني لو أنت عايش في نعمة وعايز تستمر عليها وموجود فيها وربنا يبارك لك فيها، تردد هذه الكلمات أو هذان الذكران. بعد ذلك الخطوة الثالثة، وهو إنك تقرأ هذا الدعاء مرة واحدة. الدعاء ده ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يكون في هم أو غم ثم قال هذا الدعاء إلا وفرج الله عنه همه وغمه. والدعاء بإذن الله: اللهم افتح لي أبوابي المغلقة، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. ده الدعاء بإذن الله اللي انت هتقوله، اللي انت هتقوم بقوله مرة واحدة. وطبعا تفاصيل الفايدة مكتوبة في صندوق الوصف. وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خير.